السلام عليكم. واحنا يا جماعه الخير الحين قاعدين نمر في وقت جدا حساس، تعرفون الموضوع، ما بذكر اسم الفيروس عشان اليوتيوب ما ياخذ اي اكشن ضد فيديوي او يسويني فلاج، بس الله يحفظكم وتحملوا بروحكم. تحملوا بروحكم البحريني معناها اهتموا في روحكم وحافظوا على سلامتكم. ودام ان اغلبيتكم قاعدين في البيت، فعندي مجموعه من الافلام تتكلم عن الامراض المعديه والاوبئه، افلام ترى وايد مثيره للاهتمام وبعد صادمه، وانا احس ان انتم لازم تشوفونها. ترى افلام حلوه وقويه، وقائمه اليوم ترى ما لها علاقه بتقييم رقمي، يعني ترتيب القائمه على حسب الاثر العاطفي وقوه القصه، ما لخص في اي رقم او اي تقييم انا اعطيته الفيلم. بذكر لكم افلام تروينا شلون انتشر المرض، وبعد عن افلام تروينا عواقب انتشار المرض، يعني شنو صار عقب انتشار المرض، وبعد افلام فيها امل. فعقموا يدكم سانيتايزر، سووا لكم شاي، خلوكم معي. في مركز العاشر عندنا فيلم The Crazies اللي نزل عام 2010، وهالفيلم تريميك لفيلم قديم نزل في السبعينات، وقصته عن انتشار فيروس سام يطلع العنف الجنوني في البشر، وأحداث الفيلم كلها صايرة في بلدة صغيرة. ترى فيلم وايد حلو وجنوني، وانصحكم المتابعة إذا تحبون هالنوعية من الأفلام. في مركز التاسع عندنا فيلم Resident Evil، طبعا هالفيلم دي غني عن التعريف لأنه مقتبس من لعبة فيديو جيمز جدا مشهورة، هاي اللعبة أنا وايد أحبها، لعبتي المفضلة، وللأمانة قاعد أنظر Resident Evil 3 الريميك، توني شايف البريفيو مالها على IGN، فأنا وايد متحمس لهاللعبة ذي. والفيلم Part 1 كان حلو، وكان يتحكي عن الأوتبريك أو عن تفشي الفيروس اللي يحول الناس إلى زومبيز أو بعد يحولهم إلى مخلوقات ثانية، ولكن أنا بعد حبيت الجزء الثاني Resident Evil Apocalypse، صراحة كان فيلم وايد عجيب، فننصحكم تشوفون هالفيلمين، بس انسوا بارت 3 و 4 و 5 وشنا 6، يعني درك الأجزاء ضعيفة، فخلكم على بارت 1 و 2. في مركز الثامن عندنا فيلم Blindness من بطولة النجمة جوليان مور وبعد مارك رافلو، وقصته عن عالم انتشر فيه وباء يخلي الناس يكونون عميان ما يشوفون شيء، ولكن يصير تعقيدات ودراما لأن في شخص معين ما صاده هالمرض ويشوف كل شيء. أنصحكم تشوفون هالفيلم وصدق بعد تحمدون الله على نعمة البصر. وفي مركز السابع عندنا فيلم ويل سميث الخرافي I Am Legend، فيلم غني عن التعريف، وقصته عن فيروس قتل معظم الناس وحول الناس الباقين إلى وحوش مجنونة، وفي رجل منيع للفيروس يحاول يحصل علاج لهالوباء. الفيلم روانا العالم بعد الدمار، روانا البوست أبوكاليبتيك إفكت، قصة حلوة، تمثيل رائع، نهاية عجيبة، وأتوقع كل من شاف الفيلم. وفي مركز السادس عندنا تحفة المخرج ألفونسو كوارون Children of Men، ودور أحداث الفيلم في عالم كل من فيه عقيم، البشرية ما يتكاثرون، فإحنا دخلنا مرحلة الانقراض، البشر قاعدين يواجهون الانقراض، هاي أكبر خوف للبشرية أن إحنا ما قاعدين نتكاثر، ونشوف شلون العالم عافسه وكل واحد عنده أجنداته، ولكن يصير شيء يغير موازين العالم. أنصحكم تشوفون الفيلم، وللأمانة تكلمت عنه في الانستغرام من زمان، يعني قبل لا أحاول مراجعاتي على اليوتيوب، فيلم جدا رائع، شوفوا. وفي المركز الخامس عندنا فيلم Perfect Sense من بطولة إيوان ماكريغر وإيفا جرين، وقصته عن وباء غامض يقضي على الحواس الخمسة، يعني شوي شوي البشر تختفي عندهم حاسة الشم، عقب حاسة التذوق، عقب حاسة النظر، عقب السمع، عقب اللمس. تخيلوا شنو الإنسان بيصير إذا ما عنده الحواس ذي. ترى فيلم وايد انترستينج، وايد مثير للاهتمام، وانصحكم تشوفونه بسرعه. وفي المركز الرابع عندنا فيلم World War Z من بطوله براد بيت، واتوقع كل من يعرف هالفيلم ذي وشافه، وقصته عن انتشار فيروس الزومبي في العالم. الفيلم رواني شلون ينتشر الفيروس بسرعه، رواني خوف الناس، ولكن اكثر شيء عجبني في الفيلم خلاني اعطي تقييم عالي هي النهايه، الكونكلوجن، الاستنتاج النهائي. احنا نحتاج افلام كذي مع نهايه قويه، اللي شاف الفيلم بيفهم قصدي. في المركز الثالث عندنا فيلم Outbreak اللي نزل عام 1995 من بطولة مورغان فريمان وداستن هوفمان مع ريني روسو، اللي أنا حسيتها نغزة على فيروس الـ HIV عن قرد ينشر فيروس في أمريكا. ترى فيلم وايد حلو وانصحكم بالمتابعة. في المركز الثاني عندنا فيلم Contagion، هذه أكثر فيلم مقارب للواقع، عقب ما خلصت الفيلم صرت ما أبي أعود أي شيء، ما بغيت أعود قلم، ريموت كنترول، ما بغيت أجهز تليفوني، هالفيلم شوي عقدني لفترة معينة، ولكن أنصحكم تشوفونه، فيلم جدا مهم تشوفونه في الزمن الحالي، من إخراج ستيفن سودبرغ ومن بطولة طاقم كبير من الممثلين الموهوبين، طبعا عندنا مات ديمون، جوينيث بالترو، كيت وينسلت، فيلم جدا قوي. وقبل أقول لكم المركز الأول يا جماعة الخير، ترى في مجموعة من الأفلام لازم أذكرها لكم.
وفي المركز الأول عندنا فيلم 28 Days وبعد 28 Weeks Later، يعني فيلمين، الجزء الأول والجزء الثاني. وقصته عن فيروس يسبب الغضب للناس، يعني يسوي الناس كذي ميانين وغضبانين ويهاجمون بعض. للأمانة حبيت الجزء الثاني أكثر من الجزء الأول، لأن الجزء الثاني كان وايد مؤثر عاطفياً، وشافينا بعد مراحل انتقال الفيروس والفوضى اللي تصير. وأنا ترى ما قلل من قيمة الجزء الأول، الجزء الأول وايد حلو، بس أنا فضلت الثاني. ترى بارت 1 من بطولة معشوق الجماهير كيليان مورفي، وبارت 2 من بطولة هاك آي جيريمي رانر. أنصحكم تشوفون هالفيلمين، وكأن في إشاعة إنه بينزل الجزء الثالث اسمه 28 months later. فأنا صراحة متحمس أشوف الجزء الثالث إذا بيسوونه. وبس يا جماعة الخير، كان فيديو سريع وخفيف ولطيف، وتقولوا لي شنو الأفلام اللي شفتوها اللي تتكلم عن وباء منتشر. كتبوا لي أفضل 5 أفلام شفتوها في قسم التعليقات. وإذا حبيتوا هالفيديو ذي طقونا لايك وسوونا شير وسبسكرايب وفولو بعد على الانستغرام والتويتر. يلا يا جماعة، شوفكم على خير.